يواصل معبر رفح استقبال شاحنات المساعدات التي تتدفق للدخول إلى قطاع غزة، حيث شهد المعبر دخول أكثر من 100 شاحنة من البوابة المصرية لمنفذ كرم أبو سالم، بالإضافة لدخول شاحنات الوقود واستقبال الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية. المزيد يستعرضه معنا من هناك الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نرحب بكم من أمام معبر رفح البري. لازالت الشاحنات والمساعدات الإنسانية تدخل من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة. في هذه اللحظة تحديدا نشاهد هذه الشاحنات التي تدخل مباشرة من خلال بوابة معبر رفح، هذه تحديدا مساعدات من دولة الإمارات الشقيقة، عبارة عن مساعدات طبية وأيضا مساعدات غذائية. نتحدث عن 11 شاحنة، هذه الشاحنات ستدخل الآن تباعا إلى من خلال بوابة معبر رفح المصري. هذه الشاحنات تدخل الآن بعد الشاحنات التي دخلت بالفعل في صباح هذا اليوم، نتحدث عن أكثر من 150 شاحنة دخلوا إلى منفذ كرم أبو سالم للخضوع لعملية التفتيش، ومن ثم الدخول أيضا إلى قطاع غزة عبر هذا المعبر. كل هذه الشاحنات كانت متواجدة أمام المعبر منذ أيام، واليوم دخلت بالفعل وتدخل الآن شاحنة تلو الأخرى، هذا بخلاف الشاحنات الموجودة على جانبي الطريق وأيضا الشاحنات الموجودة في مدينة العريش. منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم لاحظنا وشاهدنا وصول عدد من شاحنات المساعدات التي أتت من القاهرة وصولا إلى مدينة العريش. ذهبت هذه الشاحنات إلى المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري، ويعني لعملية التفريغ والتجهيز أيضا داخل مركز الهلال الأحمر المصري، ومن ثم حمل هذه المساعدات على الشاحنات لتأتي لتنضم لأسطول الشاحنات الموجود عبر معبر رفح هنا أمام هذه البوابة. إذا تحدثنا أيضا عن يعني حجم الشاحنات التي قامت بتفريغ حمولتها وعادت، هناك عدد من الشاحنات التي عادت بالفعل بعد أن أفرغت حمولتها في الجانب الآخر وعادت مرة أخرى إلى هنا أمام معبر رفح، وستعود مرة أخرى إلى المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري. نتحدث أيضا عن دخول 4 شاحنات للغاز اليوم، اتجهت مباشرة من بوابة معبر رفح المصري دخولا إلى قطاع غزة، وأيضا استقبل معبر رفح حتى هذه اللحظة أو منذ قليل يعني أكثر من 10 مصابين، بالإضافة إلى أكثر من 40 مرافقا، وربما هذا العدد سيزداد مع نهاية اليوم نظرا لاستمرار معبر رفح في استقبال كل هذه الأعداد من المصابين والجرحى. أيضا نتحدث عن المساعدات التي تدخل من هذه البوابة متجهة إلى المخيم الإغاثي الثاني الذي قامته مصر من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا المخيم الذي يسعى لأكثر من 4000 شخص وتم الانتهاء منه بشكل كامل، بل يتم الاستعداد حاليا للمخيم الثالث للنازحين من شمال غزة وتحديدا في محافظة دير البلح بقطاع غزة. هذه هي الصورة اليوم من أمام بوابة معبر رفح المصري، عودة إليكم مرة أخرى.